السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بخير، كل عام طيبين إن شاء الله. اليوم السبت 14 شوال 1441، هذا راح يكون إن شاء الله أول الفلوقات عندي بالقنبل أوزمو. إن شاء الله أن المقاطع الفيديو راح تحوزها على إعجاباتكم بإذن الله. تحيات، ورجعنا طبعا رحلة إن شاء الله إلى المحمدية. شوفوا السحب اللي وراي، تحت جبال الشفر. الوجه بإذن الله إلى منطقة المحمدية، طبعا هذه تحت جبال الشفر. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذاك دوار المحمدية، من هذا الوادي خلاص وصلنا. وصلت المكان اللي نبغاه. هذا الوادي، هذا تيم مكسور. لا لا يا شيخ، بدك ترجعني ها؟ بترجعني ها؟ في الوقت يعني انا ليش تمشي ليه؟ ها ان شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. صندوق برق ورعد، لا اله الا الله. طبعا اهم شيء عندك في الطلعات تثبت سيارتك، بعد كذا تصور وانت مرتاح. وصلنا منطقة الشفا،
اهم شيء تثبت سيارتك مكان عشان ما تدحدر لان النزله مره قويه. بسوي الشاي والقهوة مع الخير هذا ما شاء الله تبارك الله. صراحة الأجواء خرافية، هو بارد ومطر، حتى هذا ضعيف ثلج، الآن بدأ يدفى. هذا رفيق الرحلات تيمو 2. هلا هلا بعدي هلا. اي روح عند السواق، اي روح روح تقلب وجهك، تقلب وجهك، اي تقلب وجهك، اتعض اتعض. الله يكبر شرك.